حل المتراجحات كمان توقع هذا العام، يعني اذا ما كانت هي ما جاي ولا مره لسه ها لحد الان بمنهاجنا الحديث من 4 سنين لحد الان لوغاريتمية مره هي ولا مره، فالسؤال قوي جدا حل متراجحه لوغاريتمية مكتوب هون نفس خطوات المعادله، يعني شرط الحل اول شيء بعدين خواص اللوغاريتم، ولكن بالخطوه 5 اخر شيء بده يطلع معك جواب نقاطع حل المتراجحه مع شرط الحل، الخطوه الاخيره يعني نقاطع الناتج مع شرط الحل. طبعا خاصه بدنا نستخدمها مثلا لوغاريتم الا اكبر من لوغاريتم البي يقتضي انه الا اكبر من بي، واذا كانت او يساوي بتكون او في مثال هنيك هذيك الجهه حل المتراجحه لوغاريتم اكس مربع ناقص 4 اصغر او بيساوي لوغاريتم ناقص 3 اكس. شباب الطريقه العامه لشرط الحل اني انا قاطعهم، ولكن في المتراجحات يوجد طريقه افضل واسهل بالامتحان واسرع، وهي ان ناخذ شرط الحل من الطرف يلي موجود خلف رمز المتراجحه، يعني الطرف الصغير. مين هون الطرف الصغير؟ لوغاريتم اكس مربع ناقص 4 اصغر من هالمقدار، فهذا هو الطرف الصغير. تو ملاحظه لهي في المتراجحات، في المتراجحات اللوغاريتميه نستطيع، في المتراجحات اللوغاريتميه نستطيع اخذ شرط الحل من الطرف الصغير، خلينا نسميه هيك، طبعا هو اسم مجازي لتعرف انه شان الطرف الصغير بحب يكتبها بين قوسين يلي ورا رمز المتراجح، يلي ورا رمز المتراجح يعني هذا. بكره بالامتحان بيجيك الشيطان بيقول لك فارس جقل قال لك بعد للطرف الصغير بيقصد فيها انه اللي درجته اصغر، انا ما قلت هيك شيء، لك هي درجه ثانيه هي درجه اولى، انا ما قلت من الطرف يلي بيكون درجته اصغر، انا شو قلت؟ من الطرف يلي ورا المتراجحه، ورا رمز يعني من الطرف الصغير. الان طبعا اسهل من اني انا اخذ شو؟ التقاطع. اذا شرط الحل تعال ناخذ من هون يلا معرف عندما اكس مربع ناقص 4 اكبر تماما من الصفر، هي درجه ثانيه ما بصير انقل، بدرس اللي شارعه مسوده من ناقص لا نهايه للزائد لا نهايه، هذه عباره عن متطابقه، ادرسوا لنا الاشاره بتصير اكس ناقص 2 اكس زائد 2 بيساوي صفر، مين بيعدموا؟ 2 والناقص 2 طبعا معروفين هذول، هي الاثنين هي ناقص 2 وهي الاثنين صفر صفر، ما بين الجذرين مخالف سالب موجب موجب، وين طلع شرط الحل؟ بالاماكن الموجبه في المجالات الموجبه. اذا شرط الحل من ناقص لا نهايه للناقص 2 هاي من ناقص لا نهايه للناقص 2 اجتماع من 2 للزائد، هذا هو شرط الحل. والبياضة بالتقاطع بيطلع معه ربما شرط آخر ولكن كلاهما مقبول، اثنيناتهم مقبولين واثنيناتهم بيعطوك نفس النتيجة. هلا بدنا نحلها، لوغاريتم آ أصغر أو يساوي لوغاريتم البي، معناها آ أصغر أو تساوي البي، بتصير عنا إكس مربع ناقص 4 أصغر أو تساوي ناقص 3 إكس، هذه متراجحة. ولكن هنا نصادف مشكلة، شو هي المشكلة؟ انك انت من الصف العاشر ما بتعرف تحل متراجحات. على جنب رح ذكرك كيف كنا نحل متراجحات بشكل عام من الصف العاشر. حل متراجحة،
هلا من هون ولتحت ما عاد له علاقه بالبكالوريا، من هون ولتحت صف عاشر اي متراجحه راح تحلها. اول خطوه صوري لي الشروط هون اذا فينا ننقل جميع الحدود لطرف واحد. اثنين، ندرس الاشاره. تعرفوا ندرس الاشاره؟ شو يعني ندرس الاشاره؟ يعني نعدم المقدار، نصف المقام، وننظم شو؟ جدول. ثلاثة، نختار المجالات التي تحقق شرط المتراجع. هي على جنب انه كيف بنحل متراجع. انا ما رح امسحهم من لوحة الكون، بس تبقى معي بعد شو تنقلوها. خلوهم يا. اول خطوة بنعملها بننقل جميع الحدود لطرف واحد. خلونا ناخذ النقص 3x على الجهة الأولى، بتصير x مربع زائد 3x ناقص 4 أصغر أو بيساوي الصفر. هي نقلناها، ننقل جميع الحدود لطرف واحد. اثنين، ندرس الإشارة. بدك تدرس هالإشارة، إذا هون ندرس الإشارة. وبعد شوي بتختار الأماكن السالبة عين، لأن المقدار أصغر أو يساوي الصفر. تدرس الإشارة، كيف ندرس الإشارة؟ بنعدم المقدار x مربع زائد 3x ناقص 4 بيساوي الصفر. دلتا بتنحل. هاي فرصة للي ما عم يعرف يعمل دلتا، الكل يتبع معي هون. اللي لا مو دلتا، تحليل مباشر. اللي ما عم يعرف يعمل تحليل مباشر، x مربع زائد 3x ناقص 4 بيساوي الصفر، تفتح قوسين. ركز معي، بيعرف اسكم عشان رفقاتكم البعض لهلا عم يخربط فيه. هون x وهون x. دائما المقدار اللي بنحطه هون هو المقدار اللي بالنص هذا. على طول. أول إشارة بنحطها جنب الإكس الأولى. زائد. زائد بناقص بنحطها هون. نضربهم ببعض بنحطها هون. ضبطوا معنا الإشارات. الآن بتدور على عددين. ضربهم ناقص 4 مجموعا أو طرحهم زائد 3. طبعا هم مختلفين بالإشارة معناها طرحهم. مين العددين اللي بتضربهم بيعطوك 4 اصلا؟ ما في الا يا الاثنين والاثنين يا الواحد والاربعه، صح؟ طيب الاثنين والاثنين مستحيل تجمعهم او تطرحهم يعطوك 3، اذا هن مين؟ الاربعه والواحد. الكبير بنحطه هون والصغير بنحطه هون. هلا بنقول اما اكس زائد 4 بيساوي الصفر، ننقل اكس ناقص 4 او اكس ناقص 1 بيساوي الصفر، ننقل اكس. نعمل جدول. مشان نعرف شرط او مشان نعرف حلول المتراجع. هاي اكس، هاي الاشارة. من ناقص لا نهاية للزائد لا نهاية. مين العددين اللي عدم المقدار؟ الناقص 4 والواحد. هاي صفر وهاي صفر. ما بين الجذرين مخالف لامثال اكس مربع، لامثال اشارة امثال اكس مربع. ناقص زائد زائد. دقق معي هون، شوف هون. انت عم تقول هذا المقدار اصغر او يساوي الصفر، معناه رح تختار الاماكن السالبة، المجالات السالبة، وينها؟ بين مين ومين؟ بين الناقص 4 والزائد 1، إذا بتقول له إكس ينتمي من الناقص 4 للزائد 1. بالنسبة للأقواس مغلقة أم مفتوحة بالمتراجحات؟ إذا شفنا هون شخطة مغلق. تمام؟ أما إذا كانت كسر، المقدار اللي عم تدرس إشارته عم تحل متراجعته كسر، دائما عند اللي بيعدم المقام هذاك إجباري عندك شو بيكون؟ مفتوح، بس اللي بيعدم البسط بيكون مغلق. ما خلصنا. أهم عملية الآن بعد ما طلع معنا حل التمرين المتراجحة، رح نقاطع هذا الجواب مع مين قلنا؟ مع شرط الحل. وين شرط الحل؟ وين شرط الحل؟ ليكوا جنبه هدون. شو رح نعمل بيناتهم؟ بدنا نقاطعهم مشان يطلع معنا الجواب الأخير الآن مع
مقاطع مع شرط الحل. إذا مجموعة حلول المتراجعه هي خلينا نسميها S تساوي من ناقص 4 للزائد 1 تقاطع، والثاني راح اكتبها بالاحمر. اعطونا المجال الثاني، من ناقص لا نهايه لناقص 2 اجتماع من وين؟ من 2 للزائد، هاي رح نقاطع هدول مع بعض. هاي قوس كبير مش طبعا نتحمل شرط تكتبها، حط الجواب يا كذا نقاطع هدول. اذا ما عم تعرف ارسم، في عالم ما يعرف يطلعوا الجواب بعالم. تعال نجرب نرسمها، نلونها من ناقص 4 للواحد نلونه باللون الازرق، من ناقص لا نهاية لناقص 2 اعتبرها ناقص لا نهاية، وهي شو؟ ناقص 2 باللون الأحمر. هيكون في منطقة مشتركة طلع؟ ناقص 4 من ناقص 4 لناقص 2. المجال لك من 2 هاي 2 اها طلعت هون المنطقة. من وين لوين تلون سوا؟ من ناقص 4 ل 2. إذا الجواب الأخير الآن ناقص 2 من ناقص 4 من ناقص 2 هذا مطبعي باللفظ. المجالات مغلقة أم مفتوحة؟ انتبه، ناقص 4 من ناقص 2 عند الناقص 4 شو كان هو بالأصل؟ مغلق، فهو مغلق. عند الناقص 2 دور عليها شو كانت هنا؟ مفتوح، فهو مفتوح، وهو جواب التمرين. إذا شكيت هون مغلق إلا مفتوح تأخذ الناقص 4 وبتعوضه، عوضه هون ناقص 3 بناقص 4 موجب مقبول، عوض الناقص 2 ناقص 3 هون ناقص 3 للتربيع ناقص 2 عفوا ناقص 2 للتربيع 4 ناقص 4 0 بصير مضمون اللوغاريتم 0 اذا مرفوع. هاي اذا حابب تتاكد عوض ببين معك مقبول الا مرفوع. خط واضح، هدول اللي بدي اياهم يكتبوا احفظ لنا التسجيل. هذا الطرف، الاثنين ما لها علاقة فيها. مضمون اللوغاريتم 6 ناقص اكس أكبر أو بيساوي، سوري أنا آسف، أكبر تماما من الصفر، انقل الناقص اكس، اكس أصغر من 6. يعني شرط الحل من ناقص لا نهاية للستة. هيك بتريح حالك أحسن ما تدرس التقاطع، والتقاطع صحيح. الآن من خواص اللوغاريتم x مربع ناقص 3x اكبر او لوغاريتم اكبر من لوغاريتم معناها المضمون اكبر من المضمون، يعني هون شو؟ 6 ناقص x. حكينا عن الخاصه بالتمرين اللي قبل. اها معناها هي خطا. ليش خطا؟ انا ما شفت الاثنين. برفع لفوق. اول شيء قبل ما اطبق علي من خواص اللوغاريتم برفع 2 للاس بتصير لوغاريتم x مربع ناقص 3x اكبر او يساوي، انتبهوا على الخاصه، الاثنين بتطلع فوق المضمون بتصير لوغاريتم 6 ناقص x للتربيع. هلا طالما ما في امثال، لانه الخاصه نحن ما عندنا امثال، لوغاريتم الـ a اكبر من لوغاريتم الـ b يقتضي انه الـ a اكبر من b او يساوي. لاحظ هون ما في امثال، هون في امثال كان. خلصنا من الامثال، هلا صار فينا نطبق الخاص. بتصير معنا x مربع ناقص 3x اكبر او بيساوي 6 ناقص x للتربيع. خلونا نكملها، بدي انقل بس بعد ما فك عشان اذا في شيء للاختصار اختصر. x مربع ناقص 3x أكبر أو بيساوي، فك لهذيك 36 ناقص 12 إكس زائد إكس مربع، بتروح إكس مربع مع إكس مربع بالنقل
تاخذ هاي لهونيك بتصير 9 اكس اصغر او بيساوي في عندك 36 ناقص 9 اكس وجيب 36 لهون. تعال ننقلها بالعكس، جيب هاي لهون بتصير 9 اكس اكبر او بيساوي تقدرنا من النقل؟ تمام. ليك شو بتطلع؟ اكبر او بيساوي 36 على 9 4. الان جاني معناها الاكس ينتمي لشو؟ من الاربعه مغلق لان هون في شقطه لوين؟ للزاد. شو بنعمل بهي؟ منقاطعه مع شرط الحل. منقاطعه مع شرط الحل. ارسموهم او بعقلك. من ناقص لنهايه للسته ومن اربعه للزاده، شو تقاطعهم؟ من اربعه للسته. برافو، من اربعه للسته، اذا اس تساوي مجموعة الحلول من الأربعة للستة. عند الأربعة مغلق لأنه هو مغلق، عند الستة مفتوح، وعند الستة مفتوح لأنه بالأصل مفتوح. آخر خطوة لا تنسى تقاطعهم مع بعض، احفظيها.